حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك لكن ما انتوا حوية هو الطلب اي كوكور مان كوبية طبعاً دفع عدود ومرفز عدود الله أبارك أيو وقت با جونا وضد من وابدية وانو غاري مركز العون با كوكرية الهي أبارك أيو أرجي لهم مركز كبع تروحنا من مركز كينا اي معلمين كينا كوح النارة دعا لها كسي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين حفلت لقبته حفلت يا وقعي ما هبطني يظهر كان اسمي بعدين أرضي هذه يا ذكرى بطن وإلى سبحانه وتعالى معدى في شم يتم هدف على قلبي 28 شم عشاء السعودة
ومانتا هذا انت اسوي شيء بس وين عليه ده واحد من ملايا عائلات جيوا يومين ذهب يجي ناس كثيرة وقاضوا أيام الوقف إن أنا هم أنا أيام مانتا كسر كيف قرا بدر كان فوق مذاق أوف كيف كبدر ليه اللي سمي ما هو أنا أمر جوريس يا أمر عايشة لدوه ما مدن قاربي لي هبوان واحد وعي مركز كريدي مركز كا انت بدل الأمانه هذا لوجش كي وحصل في جا تاريخ لا أبو عبد الصمد واحد شيء أعطيه كوي بدي كل نية مركز مركز كا كوبا كا هاي وقول كا شيء شخص يوسفنا أنا واقف بدل نية بدل ما كي يروي نحن كا أعطيه دي ولا جمعت روح يدقوا أجبا جمعت تاريخ تا يدقابني بدأ المصوصة أي شاهدين مكان هاي أي وقت اللوت إمام إياهي إن شاء الله تعالى إن أدتين يزهوك أدت بايستين بوضع الليهات معلومة مالية وحن إيه رؤية وكلية ما حد كان وقتك العصاصي منتي هي وحي كتابان هي يحاول المنطقة بصعودة سلع علمات المعلمة ما حد بينه بشكير ما حد كان على أساس المنطقة كون يصدحي وحيكو أساسي مالتي لبي لاتن عرضي لبي لاتن عرضي يلوه قلية ستحدي يمان تاكي مريا يتسارا يلوه فيها القرآن قد خصك الرحمن.